سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. عندي جمبري سيشوان على الطريقة الآسيوية مع زيت عباد الشمس كريستال. مقاديري عندي جمبري وعندي صويا صوص وعندي كاتشب وبابريكا ونشا وعسل نحل، بصل اخضر وتوم وزنجبيل فريش او طازة، وعندي نودلز زيت عباد الشمس كريستال. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بزود معانا شويه فلفل الوان عشان نخلي اللون بتاعنا جميل وحلو. هنا عندي الجمبري بتاعي كده. اول حاجه عندي شويه بابريكا اهو، عندي شويه نشا، شفت عم شريف جاي صحيلي ازاي بيقول لي انت نسيت تحط ملح وفلفل يا شيف، قلت له لا يا عم شريف مش كده، انت فهمتني غلط. الاكل الاسيوي طالما خد صويا صوص يبقى مفيش داعي ياخد ملح، وطالما عندي هنا توم وجنزبيل يبقى مفيش داعي اديله فلفل اسود. لكن لو انت عايز طبعا انا سبت يو، يعني انت راجل مخرج بتاعنا وما نقدرش نعدل عليك، ما انت اللي سايق. طيب كده هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم نشتغل بقى براحتنا كده. اديله بس ايه شقشاء كده او بخت ميه عشان خاطر يتجانس مع بعضه. طب هعمل ايه؟ هعمل صرف كيف؟ تصرف كيف؟ هنتصرف. اهو بثبت النشا مع الايتمز. نجيب الزيت بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت عباد الشمس كريستال اهو زي الفل، ونبدأ نشتغل مع حضراتكم واحدة واحدة. ادق التوم اهو، وادي الزنجبيل او الجنزبيل حسب لغتكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان في عندي اتنين في رقبتي في القناه هنا، ربنا كرمنا بواحده وقبال التانيه. عايز ابارك لمايه، لمي زميلتنا في البديكير، ربنا كرمها وكتبت كتابه امبارح، وقبال ياسمين اخلص منها بالمره عشان مش حد في رقبتنا ونخلص منهم الاتنين مره واحده. بقول لمي كل سنة وهي طيبة والف مبروك، وقبل البكاري يعني، ونفرح بقى ان شاء الله بمولود جديد. وقبار طعم الاعداد بنخلص منه بالمرة، وطعم الاخراج وطعم التصوير قاعدين هنا في ملجأ ولا ايه مش عارف. انا ياسمين، الو. ايوه يا شيخ. ازيك يا ياسمين؟ ايوه الحمد لله. امور يا قمر، انا بحبك قوي كتير. صباح الفل على بنتي وحبيبتي، حبيبتي صباح الهنا. اموريني يا ياسمين، عايز اعرف شربة الخضار من عيني يا روح قلبي. حاجه تانية؟ لا شكرا. بشكرك يا بابا، اشكرك على اتصالك، شكرا ليك يا ياسمين. عندي شربة الخضار، ممكن اعملها بوريه وممكن اعملها بالكريمة وممكن اعملها متقطعة اللي حسب الرغبة كده هنا. طيب هقول ايه دلوقتي، هجيب شوربة، عندي هجيب بصل، كوسة، جزر، بسلة، كل الخضروات اللي انت بتحبيها اشتغلي بيها. بعد كده حطي بصلاية، انا كله تقطيعة واحدة زي بعض، نحط الاول ورق لورا وحبان، والبصل في الميه بتغلي معاها لحم مكعبات او فراخ مكعبات زي ما انت عايزه.
وبعد كده انزلي عليها بالخضروات بتاعتك، اديها شويه طماطم، عايزاها من غير طماطم انت حره، عايزه تسلقي الكلام ده كله تضربيه في الخلاط برضو انت حره، واللي يعجبك. في النهايه اصلا شوربه الخضار يعني مش عويصه ولا حاجه كده. كده بعمل له صدمه بسيطه كده عشان اسويه، عشان بعد كده هنحطه في الصوص بتاعه ونطلعه كده عشان ما يتهريش مني، وفي نفس الوقت ما يجلدش، لان انا عايز احافظ على الجمبريه بتاعتي اهو. كده عندي توم وجنزبيل اهو، صلي على حضرة جمال النبي. بصل اخضر الاء يا ست الاء، ازيك يا الاء؟ الحمد لله كويس. اموريني يا حبيبه قلبي. عايز اسال. نعم سامعك يا روح قلبي. عايز اسال عن طريقه الكرواسون. الكرواسون حاضر يا بابا، انا وعدتكم ان هعمله لكم على الهوا، وقريب قوي ان شاء الله هنعمل لكم حلقه عن الكرواسون كله بكل انواعه. كده هنا مش عايز اضغط على تسوية البصل والحاجات دي، يعني عايزها الادند، يعني الادند ايه؟ نص سوا عشان تبقى مقرمشة معايا. ست وفاء سلام عليكم. تمام. ست وفاء ازيك؟ الو يا وفاء. ازيك يا وفاء؟ كده شيماء، يا ست شيماء. السلام عليكم يا ست شيماء. وعليكم السلام. وامور يا فندم. الحمد لله. واموري يا ست شيماء. جمبري جوز الهند. نعم جمبري جوز الهند. حاضر يا فندم تحت امرك، بشكرك. الجمبري يا ست هويده، سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ست؟ ازيك يا هويده؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بعد اذنك عايز اعرف طريقه الكاليماري باي طريقه. الكالينوري؟ الكاليماري. الكالينوري ايوه يا فندم. الكاليماري يا فندم. الكاليماري انا اسف معلش، الكاليماري حاضر. عايزه اني طريقه بقى يا ستي؟ اي حاجه، انا مش عارفه اعمله خالص. لا ده يتقلي، ده يتشوي، ده يتحشي، يتعمل طاجن، كذا طريقه. امال احنا جايين ليه؟ لازم نقوله لكم بكذا طريقه، بكذا طريقه. هقول لك دلوقتي عد الطرق ليه يا ست الكل. اشكرك. طيب كده هنا كاتشب اهو، يبقى هنقول الكاليماري لو هو قراطيس صغيره بحشيه، لو هو قراطيس صغيره بحشيه. احشيه ازاي؟ ممكن احشيه بالرز المستوي مع الجمبري الصغير مع الخضار البرنواز الصغير، ممكن احشيه برغل، ممكن احشيه
بعيش توست، لكن هو اصلا طريقه لينا نقدر نحشيه. يبقى بسوي شويه رز، باخدهم سوتيه مع شويه جمبري صغير، شويه بيبي شريمب، فلفل الوان، شويه كزبره خضراء، ملح وفلفل، واديله طماطمايه متقطعه برنواز. هيبقى كده معانا الحشو بتاعي، شويه كركم معاهم. هاخد بقى هنا سنه ميه على الجوز بتاعي ده اهو، اهم حاجه حبه النشا بالجوز بتاعي ده اهو يا ست الاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست الاء. عاوز اسال عن يخن الفراخ. ايه يا فندم؟ يخني الفراخ. يخني الفراخ، حاضر يا فندم، اشكرك. كده هنا يبقى نكمل. عملنا المحشي، عايز اقطعه حلقات واقليه برضو معايا. هعمل ايه؟ هقطع الصبيط حلقات او فنجر. عندي توم، ليمون، كمون، ملح، فلفل، ودقيق، معلقه نشا، وهبدا اشتغل. ممكن اعمله بانيه زي الاسكلوب، ليكي حريه الاختيار. بتبل كله، وبعدين احطه في الدقيق لمده 10 دقائق مع النشا. عندي زيت بيغلي وغزير، بيغلي وغزير، بسقطه في الزيت، بيتقلي يطلع معايا زي الفل. يا استاذ محمد. الو، ازيك يا حماده؟ ازيك يا شيف؟ امرني يا حبيب قلبي. عايز اعرف طريقه عمل عجينه الكريب. عجينه الكريب على عيني، حاضر. كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر، كله بضربه مع بعضيه. وعندي طاسه على النار اللي هي ما بتلزقش، وابدا اعمل. اجيب الطاسه واغطيها الاول بقى، امسحها بزيت. بعد كده اغطي سطح الطاسه وهزها على النار مجرد ما بتقلب معايا، بحس ان هو استوى. وهكذا هتطلع معاك عجينه الكريب. كده هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، خد الطعم الجمبري اهو. عسل النحل مع الصويا صوص عامل شغل جميل اهو. زي ما انتم شايفين كده الصوص بتاعي حلو اهو. ادي النودلز اللي هي الجلاسس نودلز او الرايس نودلز او التشاينيز نودلز. كده اجيب لي تحت فوق واللي فوق تحت اهو. يلا حاضر. بس اروق نفسي كده. صلي على النبي. أسهل طريقة للأكل الآسيوي، أسهل طريقة للأكل الآسيوي. كده أهو
كله مع بعضه. ادي الطبق بتاعي. كده اول طبق لينا اسيوي قدام حضراتكم اهو. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف كوبيبة غريبة شوية. عندي كوبيبة بالزيتون، هنشوف مقاديرنا. عندي لحم مفرومة وزيتون اسود، زيتون اخضر، عندي برغل، صنيبر او لوز، بصل، عندي زيتون اخضر طبعا، عندي بهارات، عندي ملح وفلفل، اديها شوية اعشاب، اديها شوية قرفة، اديها بهارات زي ما انا عايز، المهم اشكل زي ما انا عايز. طيب كده هنا عندي هنا اللوز على النار، بحمره الاول، ونجيب البصلاية دي ناخد منها نص كده ونص كده. ازاي نص كده ونص كده؟ هقول لكم ازاي. كده ادي البصلاية، نصها كده على اللحمة اهو، نص كده على اللحمة هنا، والنص الثاني مع اللوز اهو. ادي شويه ثوم، وادي هنا شويه ثوم، ادي شويه زيتون اسود، ادي شويه زيتون اخضر اهو كده اهو، شويه فلفل اسود، لا داعي احط ملح اهو. عندي هنا بهارات، وادي بيت البهارات هنا، وادي القرفة، كده اهو، اديها شوية كزبرة خضراء، شوية زعتر، شوية اي حاجة انا عايزها وحبيبها. ادي شوية كزبرة خضراء. يا محمد خير. سلام عليكم حماده. كل سنه وانت طيب، حلول شعبان كده، وادعي عليك الايام بخير انت والعائله الكريمه. الله يا ام، بلغنا رمضان، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، والايام المفترجه الحلوه. شكرا رئيس القناه والمديرين اللي معاه والمساعدين والناس الافاضل. صباح الفل على عيون حضرتك يا عمي. انتوا ناس افاضل كلكم، والاستاذه اللي بترد على التليفونات اللي كلها ذوق بصراحه، يعني نشكرها جزيلا. يعني انت احسن مننا يا عم، انت احسن مننا كلنا. انت احسن الكل يا حاج. الله يزيدك، ربنا يكبر بخاطرك وخليك ليا يا عمي. الله يكرمك يا رب، ويكفيك شر ولاد الحرام كمان. الله يزيدك ان شاء الله، وامورني سعادتك. النبي عايز الفراخ المقرمشه والكوبيبه. على عين الكوبيبه بعملها دلوقتي قدامك اهي، والفراخ المقرمشه هعملها لك. انا عملتها يوم الخميس، كانت جميلة، وهقول لك عملتها ازاي على عيني. حاضر، بشكرك على اتصال حضرتك. كده هنا ادي الخليط بتاعي اهو، بكسره كمان تكسيرة، حلو كده، مش عايز انا عمو اكتر من كده. صل على النبي. كده يا ست اسراء. الو، سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. اموريني. عايزه اعرف طريقه الجلاش بالسجق. جلاش بالسجق؟ يعني يعني جلاش بالسجق البلدي. على عيني حاضر. هو طلب غريب شويه، لكن هعمله لك، انا ما عنديش مشاكل. يعني زي الفطيره اللي بالسجق اللي احنا بنعملها. على عيني حاضر.
بشكرك يا بنت على اتصالك. كده هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي البرغل دبل اللحمة اهو، ادي اللحمة بتاعتي معاه مع كل التوابل اهي كده، ادي فلفل اسود، ملح، طيب نقلب كله مع بعضه. رماد المصري كل سنة وانت طيبة بعيد ميلادك يا رماد، قاعدة بتتفرج عليها دلوقتي وعايز اقول لها كل سنة وهي طيبة عقبال 100 سنة يا رماد وانت معانا يا حبيبتي. شكرا ليكي وشكرا على اتصالك. رماد المصري بشكرها واقول لها كل سنة وهي طيبة وعقبال مليون سنة وهي معانا. في هنا طيب صلى على النبي كده، بنعنعها بشويه ميه واديها برضو. وعندنا الجمبري الجميل دوت برعايه ايه؟ برعايه كريستال اهو، شويه ميه كده، واديها شويه زعتر او شويه خضره. اشيل بقى كل الليله دي كلها من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي المكنه شغاله، ادي شويه زعتر اهم، اي خضره عندك حلوه حطيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده. يلا بقى نشتغل، نجيب حبة مية في المكنة عشان خاطر ما تلزقش مني في الأرضية. بسم الله الرحمن الرحيم، ابدي اعملها على مرتين افضل لي عشان تقلب مع بعضيها. بس يا ريت تصلوا على النبي. ممكن اعملها صينية، ممكن اعملها لبنية، ممكن اعملها مقلية، ممكن اعملها رومانية على الطير الرومانية. بس الرومان بيبص لي قوي كده، قلت اخاف منه وهديله ايه من تحت الحزام كده قام قمر بدل ايه ما يفوق لي. نعم طبعا احنا ما صدقنا ان عم رمون فطر. مش هتخطف لي مين يا عم الحاج انت؟ فمش عايزين نضيع عليه فطاره بقى عشان ناكل يستمتع. هو الراجل ما شاء الله بيصوم في السنه 357 يوم وبيفطر 3 ايام. ملك، اريح المكنه شويه كده اقول ملك.
صباح الورد والياسمين على الناس الغالين علينا. يا صباح الهنا على عيونك يا جميل، صلاة النبي عليك يا جميل. أمورني يا قلبي، عايزة طريقة البيتزا بالمشروم والسجق. العين يا روح قلبي، عايزة بيتزا وإيه تاني؟ لا سجق. البيتزا وإيه تاني حبيبتي؟ من عيني يا ست ملك، ربنا يخليك يحفظك لأهلك يا بابا. صباح الهنا صباح الهنا كده. مهم حبة المية دول ليه يا عمي؟ سمحنا ايه شفنا. ست وفاء، ست وفاء. ألو. أيوة يا وفاء. ألو. سامعك يا وفاء. سامعك يا بابا، سامعك. سامعك يا وفاء. عايز أعرف طريقة المكرونة البشاميل. حاضر يا روح قلبي، حاضر. على عيني يا وفاء، أشكرك يا بنتي. مين؟ يا ست دنيا. صباح الخير يا دنيا. الحمد لله كويسه. عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله كويسه. اموريني يا بابا. عايزه اعرف الكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته؟ اه. من عيني يا روح قلبي، من عيني يا ست العرايس. صلى على حضرة النبي. الو يا شهد، يا ست شهد. الو الو. ايوه يا شهد. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ صباح الفل على عيونك. الو. سامعك يا شهد. ايه امور يا بابا؟ كنت عايزه اسلم على حضرتك بس. صباح الهنا على عيون حضرتك يا حبيبتي. ليك اي سؤال يا بابا؟ شهد، بشكر شهد على اتصالها الجميل، شكرا يا رقيقه. هستأذنكم واخد فاصل عشان انا صدعت دماغكم، انا عارف. فاصل وارجع لكم تاني، اقعد غير محطه واطلب بجد. رجعت حضراتكم بعد الفاصل وكده ببرنق الكبيبه اهي عشان كلها تبقى مقاس واحد. واحد زميلنا من المصورين النهارده داخل عليا الاستوديو ولقيته ايه فارد عضلاته كده، وببص على دراعه لقيته رسم تاتو. تاتو تاتي، مفيش داعي اقول بقى اسمه عشان انا لحم ستار. تدفع كام؟ ماشي. عامة انا ابو عمر انا مش هقول اي حاجه.
الراجل قال على ساعته وخلاص لازم احترمه. ده زميل عزيز ليا طبعا. طيب كده هنا هنبرنق بقى كده، هنحشي بقى ايه الكبيبه. انا عارف ان عم شريف هيعلق في حاجات كده، بس هو ايه ربنا يستر وما خبطش في الحلل، لان هو بيقول لي الوقت ست البيت انا بعمل كده اهو اسهل حاجه اهو، وبحشي كده اهو اهو، وروح قافل كده اهو، وروح اعمل كده. بيقول لي لا انا عايزك تبسط لي الطريقه عن كده عشان ست البيت تعرف. اهي تاني بيقول لي ايدي زيت اهو، بص كده يا شهد بقى ازاي الطاقيه يا شهد. ايوه ازيك يا شهد؟ الله يسلمك يا فين، اموريني يا شهد. امر الله، عايزين نعرف طريقه الكريمه لو سمحت. كريمه ايه يا فندم؟ هي كريمه نحطها في الكيكه كده. كريم شانتيه؟ حاضر يا فندم، على عيني يا ست الكل، اشكرك. كريم شانتيه هقول لك تعمليها ازاي، على عيني كده اهو. الكريم شانتيه يا جماعه بجيب 100 جرام كريم شانتيه، عندي 200 جرام ميه ساقعين او 200 جرام لبن ساقعين، واحطهم الاثنين مع بعض واضرب عليهم بالمضرب، هيقوموا معايا ويعلوا ويعملوا فوم لغايه ما اقلب الفورمه او البول اللي انا بعمل فيها عليها ما وقعتش مني، احس ان هي بقت زي الفل. سهل جدا حضرتك الكريمه اللباني، الكريمه للشانتيه غير الكريمه اللباني كده هنا. صالح مساعد الشيف عندي، ربنا كرمه بمعاز، والف مبروك يا صالح لمعاز، ويتربى في عزك يا ابو معاز. صالح زميلنا مساعد الشيف ربنا كرمه بمعاز وربنا يخليه له. كده بنفتح الصينيه، شفتوا بقى توماتيكي توماتيكي. يا استاذ بلال. ايوه ازيك يا بلبل؟ كويس الحمد لله. ازيك يا شيف؟ امرني يا حبيب قلبي. عايز اعرف طريقه الكنافه بالقشطه. الكنافه بالايه؟ القشطه. بالقشطه، قشطه عليك، على عيني يا روح قلبي. شكرا يا شيف. طب تسلم لي يا حبيب قلبي. انتوا مستعجلين ليه؟ رمضان جاي ده هنعمل لكم كل حاجه حلوه ان شاء الله. لكن ست ايمان سلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ازيك يا شيف؟ صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. صباح الخير. لو سمحت بس عيد لي الكوبيبه ديت عشان انا ما شفتهاش من الاول. من عيني هجيب لك مقادير على الشاشه. حاضر. على عيني. نزل له النبي الكوبيبه. برغل مع اللحمه مع فص ثوم مع بصلايه شويه بهارات ملح وفلفل، وبضربهم في الكبه. بعد كده عندي زيتون الوان اسود واخضر وشويه كزبره خضراء، وادي الكوبه قدام حضرتك مقاديرها على الشاشه اهي. بس نزل على الشاشه، ادي الكبه هي الكبيبه. سهل جدا حضرتك. بنشتغل براحتنا، ما ورناش حاجه. حاضر يا عمي، حاضر 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 يا عم المخرج. بيقول لي عايزك تعمل طريقه احسن من دي عشان ست البيت تستوعبها. حاضر. هو معرفش دايما المخرج بيجي عليا مش معايا، ولكن انا ما اقدرش اقول له حاجه لان هو المخرج. هو المخرج. طيب هنجيب ورقه بلاستيك، ادي كيس بلاستيك اهو كده، وست غدا معانا. يا ست غدا. الو مساء الخير. مساء الهنا يا ست غدا. اولا عايز احيي حضرتك على كل اللي انت بتعمله بصراحه. انا بحييك على اتصالك الجميل لينا. وصفه بصراحه خيبانه معاك، بالعكس يعني شغلك زي الفل. الله يسترها معاكي. ربنا يخليك. اموريني ست. حضرتك سؤال بقى. اتفضلي يا فندم. انا عندي مشكله مع الرز، يا اما يطلع معاك دين يا اما يطلع ناشف. لا 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 لا، ده 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 الرز دوت يعني مش عايز اقول لك ان هو اسهل ما يمكن تقدري حضرتك تعمليه. بص ساعات يطلع
كويس قوي بس بالحظ بقى. بص يا ستي هتاخديها مني نصيحه. ايوه اتفضل. حط الميه على النار بتغلي. ايوه. وحط فيها ملح وزبده او زيت. اه. بعد كده لو هو رز بلدي ايوه كوبايه ميه ادي كوبايه الرز، يعني كوبايه الرز عليها كوبايه ميه بالظبط كده، وحطيها على النار. مش هقول لك سخني واعملي وكل القصص دي، لا اعمليها كده اهو، اتحط لها بالصلاه على النبي طلع معاكي زي الفل كده. ادي الكبيبه اللي المخرج عايز يعملها بطريقه تانية اهو. ست ميرفت سلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا شيف شربيني. ازيك يا ست ميرفت؟ ازي حضرتك اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا ست الكل. بص يا شيف شربيني، يعيش المعلم ولا يتعلم. لا يا فندم تحت امر سعادتك. الله يخليك، هعلمك طريقه حلوه جدا للكوبيبه. اتفضلي يا فندم. حضر جزرايه، عندك جزرايه سليمه؟ اه. هات الجزرايه يا شيف شربيني ويتكحتها يتقشرها وتغسلها وتنشفها، وتجيب جنبك سلطانية صغيرة فيها بقى مية. استني بس تقولي بالك تقولي بالك. انا معاك اهو. ادي الجزراية اهي. جبت الجزراية اهي. يلا يا سيدي حضر بقى حتة الكوبيبة اهي. انت حتى هتدورها اهي. حط بقى الكوبيبة، حط لف بقى الكوبيبة فوق ال أيوة هنا. أيوة كده. أيوة حط بقى الجزرية في قلبها أهو، ولفها بإيدك وطلعها حشية باللحمة المفرومة كده. عسل يا شيف شربيني، والله والله أنت عسل يا شيف شربيني كده. أنا جاهز أهو. شفتوا بقى الجمال بتاع ست الكل؟ الله يخليك يا شيف شربيني. أهو أنا بقالي 50 سنة في المطبخ. اول مره اشوف الحاجات الحلوه اللي هي قالت عليها دي. الله يخليك، ايه رايك بقى؟ شفتوا بقى؟ خلاص نصحوا بقى يا شيف شربيني واشتغل معاك. اهي بص يا ستي، ادي الجزرايه اهي. ايوه. وادي الكوبايه اهي كده كده، مش زي ما انت كده بتقولي اهو. هي مشكلتها بس هتبقى تخينه شويه، لكن حلوة حلوة قوي 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 اهو. هي بس المشكلة يا جماعة ان هتبقى فيها الحتة اللي تحت دي، لكن انا حاول افرغها على قد ما اقدر تاني، نشيل دي بقى كده عشان هي ايه العملية كانت حلوة اهو. نخليها تحت كده قوي اهو. شفتوا بقى، شفتوا بقى الستات البيوت الحلوين لما بيحبوا واحد اهي. الو يا ست ام مريم، بشكرك يا فندم على اتصالك كده، زي ما ست الكل اتصلت وقالت انا همشي ورا كلامها. جميله جميله، بس هي بيبقى فيها لحم من تحت زياده شويه كده اهو اهو. كده ست ندى. الو. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. اموريني يا ندى. طاجن باللحمه المفرومه. طاجن ايه؟ باللحمه المفرومه. على عيني يا فندم، بشكرك على اتصال حضرتك كده اهو. تاني يلا. وصفه هايله، وصفه سهله. هو عيب؟ هو مش عيب ان احنا نتعلم، مش عيب ان احنا نتعلم ابتكارات اهو. صلي على حضرة النبي، صلي على حضرة النبي. ست داليا. الو داليا. الو سامعك يا ست داليا. مساء الخير، كنت عايزه اعرف ازاي البيتزا. ازاي يا فندم؟
يا داليا. ايوه كنت عايز اعرف، كنت عايز اعرف ازاي البيتزا بتتعمل. البيتزا من عيني يا روح قلبي، من عيني يا بابا، اشكرك. وصفة سهلة، دي وصفة هايلة. نعم ست سماح. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا ست سماح، ازي حضرتك يا شيخ شربين؟ كويس يا ست الكل، حاول تكلمها تاني يا فندم. حلوة. ست هدى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست هدى؟ ازي حضرتك؟ صوم طيب بعود الايام يا ست الكل، الله يبارك لك. انا عايز اعرف طريقه الكشكشي اللي الله يخليك. الكشكشي اللي ايه يا فندم؟ اللي في الكيس الجاهز ده في السوبر ماركت. حاضر يا فندم على عيني. أيوة نبي النهارده عشان انا هعمله. لا بص اكلمك اقول لك انا بعمله ازاي، لسه عامله انا اول امبارح. الكشكشي بعمله زي الرز، زي ما بعمل الرز بعمل الكشكشي. ازاي؟ حلة على النار فيها زبدة، مكعب مرق لو عايزاه سخن يعني حادق، بعد كده بحط الكسكسي سخنه وادلو عليه ممكن شوربة ممكن لبن ممكن مية، وعلى طول مجرد ما سخنه وانزل عليه بالشوربة او باللبن او بالمية اروح مهدي النار عليه، هيفلفل معاكي ويستوي، بس يكون على نار هادية، على نار هادية. بعد كده هتفلفليه، بعد كده نعمله على فراخ على لحمه على موز، زي ما انت عارفه هيطلع زي ما انت عايزه، هيطلع معاك زي الفل. اشكرك يا عم محمد. سلام عليكم. سلام عليكم. وامرني يا عم محمد. انا عايز اعرف شوربه الكابوريا اللي احنا بناخدوها في بورسعيد. اللي ايه فندم؟ الايه؟ شوربه الكابوريا. مالها؟ عايز اعرف طريقه شوربه الكابوريا بتاعت بورسعيد. ده انت اسكندراني يعني، المفروض ان اسكندريه مشهوره بالشوربة الحلوه. لما اكلتها بورسعيد غير اسكندريه خالص. على عيني يا حبيب قلبي. حاضر. اللي هي بتبقى بالوايت صوص، بالصوص الابيض؟ صوص الابيض ده؟ ايوه. على عيني. عندي كرفس وجزر وبصل على النار. عندك الكرفس وبصل وجزر على النار، بجيب الكابوريا بتاعتي النتي، تبقى معروفة النتي، بسلق فيها الكابوريا بقطعها لنصين علشان خاطر اشرب الشوربة بتاعتها حلوة. بعد كده بجيب معلقة دقيق، معلقة زبدة، معلقة دقيق، معلقة زبدة، مكعب مرق، بحطهم على النار، وبعد كده بخليهم يدوبك ينملوا مع بعض، بنزل عليها بصف عليها الشوربة بتاعت الكابوريا. بعد ما انزل عليها شوربة الكابوريا ممكن اديها شوية بيبي شريمب، ممكن اديها شوية جندوفلي، اديها بطارخ زي ما انا عايز، بعد كده اديها شوية كريمة لباني، شوية كزبرة خضراء، هتطلع معاك احلى، هتطلع معاك احلى كابوريا، احلى شوربة كابوريا. اشكرك ست فاطمة. ست فاطمة كده كده هستاذنكم، احنا عارفين بالطريقة. هنقلي بقى، اخد فاصل وارجع لكم تاني، وبشكر الست الكل اللي هي علمتني دلوقتي اعمل الكبيبة ازاي بطريقة جديدة وبطريقة حديثة، حتى فرقت معايا في الشكل اهو بالجمال والحلاوه دي كلها
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لغاية ما نموت هنتعلم. فاصل وارجع لكم تاني. هو ضرب المحطة ولا تروحوا أي حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وآدي الكبيبة سويناها أهي. صلاة النبي أحسن. نكمل. النهاردة بنعمل حاجات جديدة. حتى لفة السمبو الكبيبة كانت جديدة. ياريت بس حد يلاحظني برضه هعمل سمبوسة النهاردة لان من الحاجتين اللي هما دايما بخاف منهم السمبوسة والكبيبة. النهاردة ربنا كرمني بست الكل قالت على طريقة جديدة للكبيبة. ياريت حد بقى يراعينا كده وبصلنا لان هنعمل لسه سمبوسة. فعايز برضه حد يلغيني كده والناس لبعضيها يعني. يعني الناس لبعضيها يا جماعة. مش لازم اللي يكون عنده فكرة وحاجة كده يخليها لنفسه. لا احنا مع بعض شركة يعني. مش كده برضو ليه يا عم شريف؟ صلي على النبي. يا عم معتصم. الو ازيك يا شيف شربين؟ صباح الهنا يا عم معتصم. عامل ايه يا شيف شربين؟ انت معتصم ليه يا عم؟ امورني يا حبيبي. انا نفسي في حلقه عن المشويات. مشويات؟ ايوه. بس كده؟ على بس كده. يوم الخميس نعمل لك حلقه عن المشوي. يلا يا هدى اكتبي. عشان عم معتصم يوم الخميس كفته مشويه، لحمه مشويه، فراخ مشويه، سمان مشوي. ماشي. كل المشويات يا بابا اعملها لنا يلا عشان عمي معتصم. انت تؤمر يا قمر. نعمل يوم الخميس الجاي حلقه عن المشويات. عم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم حسين ازيك يا حاج شربيني؟ بنعمة والله يا عم حسين. صباح الهنا على عيونك. احنا بنحبك جدا يا حاج شربيني والله. صباح الهنا عليك يا عمي. الله يخليك. امورني يا ابويا. عايزين بس سؤال صغير كده. شربة السيفود بعد اذنك. على عيني يا فندم. تحت امر سعادتك يا فندم. حاجة تانية يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. اشكرك على اتصال حضرتك يا باشا. اشكرك يا عمي. شوربة السيفود يا جماعة زي ما احنا اتكلمنا على الكابوريا دلوقتي. عندي بصل وجزر وكرفس ورقلاور وحبان. وبتغلي عندي المية بالبوكيه جرنيه. بنزل فيها بالاسماك كلها اللي انا عايزها. سمك وجمبري وصبيط وكابوريا. بعد كده بعد ما بنزل بيها بسلقها. مجرد ما تاخد غلوة برفعها. مجرد ما تاخد غلوة برفعها. كده عندي ادي الكبيبه. بعد ما ارفعها بصفي الاسماك اللي انا سلقتها. بعد ما اصفي الاسماك بجيب معلقه زبده، معلقه دقيق حسب الكميات اللي عندك.
ومكعب مرق خليهم ينملوا مع بعض، وبصفي الشوربة من البوكي جرنيه اللي عندك عليها وأقلب. بعد كده بجيب كل الأسماك اللي احنا سلقناها بقلبها عليهم، وبعد كده اديها ربع كوبايه كريمه لباني، هتطلع معاك احلى شوربه في الدنيا. مين يا فندم؟ ست منال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست منال، ازي حضرتك؟ في نعمه والله يا فندم. معلش انا طالبه بس الكوبيبه اللي حضرتك عاملها دلوقتي. ايوه يا فندم. مقاديرها اللي عاملها دلوقتي حضرتك هجيبها لك على الشاشه على طول على عيني. بشكر حضرتك يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. كده هنا عايز اصبح على الست جنى، دلوقتي هي بيروت وعايشه حياتها، بس احنا بنفكرها لسه احنا برضو معاكي. بقول ست جنى صباح الخير، وتيجي من بيروت بالسلامه. وست مصيبة صبح عليها برضو، بقول لها كل سنه وحضرتك طيبه وبقالنا مده ما سمعناش صوتك. كده بنصبح على الحبايب كلهم يعني، الحمد لله. الكوبيبه تالت مره ورابع مره احنا ما مرناش حاجه. بهارات، ايوه عندي كركم او كاري. ليه يا ابراهيم ما جبتش كاري؟ طيب كده هنا هنشوف مقاديرنا. نعم يا فندم. طيب حاضر، ملح، فلفل، وادي كاري باودر اهو. صلى على النبي. هنقول بقى مقاديرنا، عندي سبانخ، صدور فراخ مفرومة، عندي بصل ولوز، كركم، لبن، جوز الهند، زبادي، كزبرة خضراء، توم، بهارات، زيت، ملح وفلفل. كل الكلام ده هنعمل ايه؟ يبقى احنا كده حطينا بصلة وتومة، ونبدأ نحط الفراخ نفرمها كلها مع بعضيها. نشيل دي كده احسن، ونحط دول كده اهو. اديها كده شوية فين يا ابن البقسماط. خلاص مش مشكلة، كده طيب كده خلاص حلو. ست ام بلال سلام عليكم. ست ام بلال اشكرك يا ست ام بلال على اتصالك. وست عبير معايا. ايوه ست عبير، ازاي؟ ازيك يا شيف؟ الحمد لله. ست عبير تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. الله يخليك يا فندم، بس انا عايزه مقادير بكيلو بالكوبايه عشان انا بعملها بتفك مني. ايه هي بقى اللي بتفك منك يا فندم؟ الكوبيبه. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انت عندك ربع كيلو لحمه؟ ايوه. وربع كيلو برغل ناشف. أيوة. لما بين الربع كيلو البرغل الناشف هيبقى نص كيلو. ايوه. يبقى نص كيلو برغل مبلول. ايوه. على ربع كيلو لحمه او فراخ او سمك زي ما انت عايزه. بعد كده ببشر بحطهم نص بصلايه، فصين توم، معلقه قرفه ناعمه، شويه بهارات، ملح وفلفل. كل الكلام ده سهل جدا وجميل. بطحنه زي كفتة العيد زي ما انت شفت كده حضرتك، وبعد كده بصبحها بالطريقة الجديدة اللي احنا شايفينها من ست الكل اللي معلماني عليها دلوقتي. انا شخصيا اتعلمت وما بكذبش، لا كده اتعلمت، عملت حاجة جديدة
انا اتعلمتها كده. عندي هنا طاسه نفرم بقى السبانخ بتاعتي ونعمل مع بعض ازاي هنشوف السبانخ. طيب نورهام. الو. السلام عليكم يا نورهام. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا عم؟ انا في نعمة يا بنتي والله. الحمد لله. وتفضل يا حبيبتي تأمريني. ربنا يخليك. سؤال حضرتك يا روحي. انا عاوز اسلم على حضرتك بس. صباح الفل على عيونك يا ست العرايس. ربنا يخليك. يا رب تنجحي وتاخدي اعلى اعلى الشهادات. طيب اشكرك يا بنتي على اتصالك حبيبتي. كده عندي هنا توم وبصل. يا عم مروان. ازيك يا عم مروان؟ وامرني يا حبيبي. مروان. نعم يا روحي. نعم؟ عايزة طريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة. عايز عمال ايه؟ من عيني يا روح قلبي. حاضر. كل حاجة هجيبها لك لأن البيتزا مسجلة عندنا خطر فبنجيبها دايما في آخر العرض. كده عندي زيت عباد الشمس كريستال. صلي على النبي بقى. نجيب البصلية اهي بالثوم شوية جنزبيل اهو. بعد كده ادي مكعب مرق اهو. نشيل بقى الحاجات دي من هنا عشان نفرم السبيناتش السبانخ الزبانخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعامل شوية السبانخ وانت بتفرميها. يا ست ام راوده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ست صباح الهنا على ست ام راوده. ازي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست في نعمه. بحب حضرتك قوي. صباح الفل على عيونك يا فندم. انا طالبه من حضرتك طلب. امورين يا فندم. عايزه القرقيش والبقسماط. حاضر على عيني. هنعمل لك حلقه خاصه عن المخبوزات يا ست الكل. غالي والطلب رخيص يا حبيبتي. حاضر على عيني على عيني. حاولي يا هدى تعدلوا من حلقة المخبوزات. أيوة يا عم عز. صباح الخير يا عم عز. الحمد لله. ازيك يا عم؟ بحبك يا شيخ. صباح الهنا يا عم عز. انا عاوز اقول لمامتي واخواتي كل سنه وهم طيبين وانت معاهم وبصحه وبخير وبسعاده وباليمن والبركه يا ابني. ربنا يخليك. ربنا يحفظك ليهم ويخليهم لك ويخليك ليهم يا حبيبي. امين. شكرا لاتصالك. ليك اي سؤال تاني يا حبيبي؟ عاوز طريقه الفراخ المرمش. من عيني من عيني من عيني. نزل يا هدى طريقه الفراخ المرمش عشان خاطر لسه عاملينها. اشكرك يا ابني.
خلاص كده هنا اهو. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني وانزل لكم الدجاج المقرمش على الشاشه. هسه عايزينكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا المحطه، هطلع فيها. السبانخ عندنا شغالة على النار، والكبيبة اللحمة بتاعتها خدناها سوتيه مع اللوز اهي. نبدأ على السمبوسة بتاعتي على الطريقة الهندية. عندي بصل وتوم على النار، ودي فلفل الوان اهو، وهنشوف هنعملها ازاي مع العدس. نحط الاول التوابل بتاعتي، نشوف هنعمل التوابل ازاي، نشوف ما قدرنا. عندي عجين السمبوسة، بابريكا، فلفل الوان، بسله، بصل وثوم، جنزبيل مطحون، شطه، كاري، كركم، بابريكا، مكعب مرق، كزبره جافه، كله على النار اهو اهو. حبهان مطحون، شويه بابريكا، ادي شويه بهارات، شويه كاري، ادي البسله، ادي العدس المسلوق. كل الكلام ده خلاص، نشيل بقى كل ده من هنا اهو. صلي على النبي. ودي شغاله السبانخ اهي، انزل بقى معاها بالفراخ بتاعتي اهي. صلي على النبي اهو، نشيل بقى كله ده خلاص اهو. يلا شويه ملح وفلفل اهو، تغيير وتجديد في مطبخنا ان شاء الله يعجب حضراتكم اهو. كله سوتيه اهو، الله على الريحه، الله على الريحه اهو. نشيل بقى كل الكلام ده من هنا. بوله فيها شويه دقيق وشويه ميه، اعمل بيها كفر لازم اهو. اذكر الله اهو كده، بلزق بيها دي خلاص اهي. هوبا هوبا كده. عندي الزيت على النار شغال، كله شغال اهو. اشيل بقى كل حاجه كده. دي السمبوسه بتاعتي، اقصت كده عشان تطلع معايا متساويه. متساويه متساويه ازاي؟ بشيل 10 سنتي في 2 سنتي كده دول اهم، وابدا اعمل دي كده اهو كده. يلا وهوبا معلقه اهو. ويلا يا جماعة، لسه بنقول دلوقتي ان احنا كنا بنعمل الكبيبة، وعايزين حد يساعدنا بعد كده نقول نشوف هنعمل السمبوسة دي ازاي كده اهو. يلا حجاب زي مامي كانت بتعمل محشي زمان اهو كده اهو كده. دي خلاص على جنب. يلا انا عايز 10 بس على الاقل عشان احمر وش قدام المخرج، ما يقولوش الحلقه بتاعتك طلعت ايه. سنكافوله، ايه سنكافوله يا عم رومون؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه، اوعى انسى نفسي، اوعى احسن تبقى خيشه خيبه ولا ايه. رومون عد معايا، عايزين 10 بس. لو جم بقى 20 انتوا حرين. رومون بيقول انا ممكن اعمل 50 في ثانية. ايه هتعدوهم؟ هتقول 1 2 3 لغاية 50؟ يلا. أول ما نوصل الأربع المينيتس تكلمني عشان نفتح الرابح.
حبيبي يا سيدنا محمد. بنعمل عمليه تجميل الورقه دي عشان ايه ما نرميهاش خساره اهي. شغال يا بابا، اصحي اصحي اهو. هيلا هوب كده اهو، عديت كده يا عمي. ده انا اللي عديت ولا عديتك؟ والنبي اللي اوريك يا هدى. يلا اخر اتنين اهم. انا عايز اعمل طبق كده بس سيمبل وكده احنا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. ما تعدي لي، قول لي فاضل قد ايه. ها الله اكبر. يلا ننزل بقى في الطاس في الزيت. يلا ننزل في الزيت، ناخد كمان واحده اهي اهي. حبيبي يا سيدنا محمد، طلعوا 20 ما طلعوش 10، يلا مش مشكلة سلقنا. وادي واحدة اهي. أغرف بقى؟ يلا بقى أغرف بقى. الله. يلا صل على النبي. كده ادي اشيل بقى كل الحاجه دي من هنا اهو. اشيل بقى كل اللي دي ودي كده. صلي على الحبيب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله اكبر الله اكبر. هوبا أسرع سمبوسة في العالم، والله طعمه وريحة. النهاردة عملنا كبيبة سمبوسة، طبعا الحاجات دي كلها قبل رمضان، اللهم بلغنا رمضان عشان نفوق لكم بقى ونشوف هنعمل ايه في رمضان ونعمل التقيل.
اه دي السمبوسه بتاعتي اهي. اكلنا النهارده كله اسيوي، يا رب يكون بيعجب حضراتكم. المخرج بيقول لي ما تكمل سمبوسه تاني. ها طيب بشكركم على حسن متابعتكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير. سلام عليكم.